الورش عند المصريين القدماء، مش هو ده الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهارده، لان الموضوع ده يطول شرح. بس انا عايزه اوضح لكم حاجه. المصري القديم كان عقيدته قويه جدا، وكان مؤمن ان في رقيب عليه، والرقيب ده اعلى مني ومنك، يعني في حد شايفه مش قصاده، ده حد خارق شايفه. هو مين؟ هي ماعط. وده السبب ان احنا بنلاقي راس ماعط محطوطة فوق الميزان زي ما انتوا شايفين. دي ورشة تصنيع ذهب، وزي ما انتوا شايفين العامل قاعد بيوزن الذهب. مين الرقيب عليه؟ ماعط هي اللي شايفاه، عشان هو عارف ان من خلال ماعط دي هي اللي هتحاسبه في العالم الاخر، ومن خلال قوانينها يا هيكرم يا هيعذب. فبالتالي المصري القديم كان بيقدر يحجم شرور نفسه من خلال إيمانه بالديانة المصرية القديمة، وإن هو لازم يتقن عمله، لأن ده العدل والنزاهة هي أساس الحياة. وده السبب إن احنا بنلاقي ماعط على رأس الميزان عند المصريين القدماء.